تحت شعار إرادتنا موهبتنا، انعقد المؤتمر الدولي الأول للموهوبين من ذوي الإعاقة برعاية وحضور معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، وبمشاركة نخبة من الخبراء المختصين في مجال الموهبة لذوي الإعاقة من مختلف أنحاء العالم. عبارة عن عدة فعاليات، عندنا جلسات علمية صباحية بالإضافة إلى ورش عمل تدريبية مسائية، بالإضافة إلى معرض صاحب يتسع ل30 جناح تعريفي من 8 صباحاً حتى 8 مساءً. الهدف الرئيسي من هالمؤتمر الخروج بمواد علمية بحثية نستطيع من خلالها تطوير عملية دعم المواهب من ذوي الإعاقة، ولهالسبب المؤتمر جمع بروفيسورات ومتحدثين ودكاترة من مختلف أنحاء العالم. احنا اليوم عندنا ناس مشاركين من أمريكا، من بريطانيا، من نيوزيلاند، من مصر، من الأردن، من تونس، من المملكة العربية السعودية كذلك. الهدف الكبير اللي نأمل أن نحصل عليه من خلال هالمؤتمر هو الخروج برسالة علمية تساعد في المؤتمرات القادمة لنا لتطوير المجال العلمي لدعم المبدعين من ذوي القدرات الخاصة. كانت الفئة المستهدفة لهذا المؤتمر هم الأشخاص ذوي الإعاقة وأولياء أمورهم والجهات الحكومية ذات الصلة بذوي الإعاقة والمختصين بالتربية الخاصة من معلمين ومعلمات. الله لك الحمد، يعني كلهم يعني كان أول شيء ما يصدقون شلون فنانة من ذوي الإعاقة البصرية أنها ترسم بالظلام. طبعا أنا أخذت الجائزة الأولى على مستوى المملكة برسامة الظلام ولقبت برسامة الظلام. ما شاء الله عليهم، هم يعني حتى أنا كرياضي يعني هم متواجدين في الوسط الرياضي، تلاقي منهم العدائين ومنهم كمال الأجسام، منهم السباحين، يعني تلاقي فيها كثيرة منهم كمال الأجسام. يعني ما شاء الله في ناس أفضل مننا حن، ما شاء الله لا إله إلا الله، الله يضرهم ويوفقهم إن شاء الله. وتمثلت أهداف المؤتمر في الإجابة على التساؤلات الخاصة بالعلاقة بين الموهبة والإعاقة وتوعية الأسر بطرق التعامل الإيجابي مع الموهوبين والموهوبات من أبنائهم من ذوي الإعاقة وتقديم نماذج مميزة منهم. العنود الطعيمي لبرنامج ساعة شباب.